فحاليا اخترنا طفل عبد الرحمن وهو متابعين ملف حتى من ايام بغازي، فقال حاليا عملية تحت العملية زراعة القوقعة في الأذن اليمنى، وإن شاء الله بعد 4-6 أسابيع يتم تفعيل الجهاز المعالج الصوتي الخارجي ويبدأ في برنامج تأهيل سمعي لفظي عشان الدماغ يتعود على الصوت الجديد، لأنه يختلف أنه يعتبر عبارة عن تحويل الصوت إلى نبضات كهربائية ينبه العصب منها إلى إشارة توصل للدماغ.